قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. غيش يتعمر معايا سوق اسس بارك عليا كفا غير مع راسي رايني كنت عافر مع الوقت بوحدي لاعوي الارض والكسيبه ابغى ولي يوقف وقفه صحيحه اما اللي يدو بوحده بحالي وغير يمشي يسمش مع راسي وزايدو انا فهم اخو رايني وليت ساكن في هذا الكار ورزقي غنخسرو على الاطباء يا فايدة والله يهديك اعمل برايي شوف الطبيب دوز على راسك يمكن يكون العيب منك ماشي منا شني اول طبعا شي بر الله يرحم الوالدين ابقيت تابعك في الكلام الخاوي حتى كنا على الفوتو وتلاق راسك وتدخل وجهي لنا من مدخل شفتك جيتي بكري ما بقيت عارف راسي وجيت بكري ولا مشيت معطل صباطي محفي على الخوى الخاوي وشنو قال لك الطبيب الجديد ديك الشي اللي قالوه الاطباء اللي قبل منه هانتينا كتشوف انا ما فحاله وجيبي ما فحاله انا تقهرت انا عييت وانا شنو نقدر نعمل رحال هادشي الله ماشي ديالي شي الله ما قلناش ولاني حتى انا راني بنادم وباغي الاولاد حتى لاين وانا وياك في هذا الخير باغي بجوج بينا بحال الموكات سمع الكلام اللي غادي نقول لك يا بنت الناس انا غتجوج واللي عطى الله انا قلته Le champion a déclaré que ce tournoi est le moment de l'année qu'il préfère. Papa et maman sont là et Roger a survolé tous ses adversaires cette semaine. Mais contre Roddick, son vieux rival, qui faillit le faire tomber dans la finale marathon de Wimbledon 2009.
عاود القارو على الصباح صوب لك شي كاس القهوة. ألو رحال، معك رحال. ايه راها جمعت الحوايج ديالها وخرجت من الدار هذا الصباح. خرجت فين مشات؟ اسمع السياس، انا عييت من هذه الحاله وعييت من الصباح. ما حدي انا كنعمل لها في عقلها وهي زايده في الحماق. الله يهديك رحال، راه اختي انا من كتهضر. اسيدي انا باغي الاولاد وهي جالسه كتربي لي في المونيكات. ملي قلت لها باغي تجوج ما قالت واحد جوج حتى هزت الشراوط ديالها وزادت خلفها مع الطريق. هذا الشيء اللي قال لها راسها. شكون هذا اللي مصبح عليك انا النبوري؟ ما بغيش تجاوب على خاطرك. علي فينك؟ انا ماشي. علي قول لي مسالي. معلوم مسالي، راه عيطت لي مولاتي لاله السعوديه مسالي بزز مني. حيينا عليك يا ابو عميره، عينك هكا يدورو. وشكون هاد ولد المراه اللي ما كيدوروش عينيه في راسو؟ شوف بارك الله هضره خاويه ديالك، طلع عمر ديال البوطه هو الاول. غا امر يا لاله سعاد. ادخل فتعطيلها كلها واخا تكون جاي من الجابون. وثق راسك، مالك سكنتي؟
الراس ديال البوطه تكل والكلامونيط ما بقى كيقضي فيه والو. يلا شريتو جديد بلاتي نشوف. عرف شد هيا خدمات ما توقنا بغيتي تسكن عندي هناياك. والله ما كرهت نسكن عندك. انا كاين شي مرضي الوالدين اللي كره يسكن في هاد الخيرات. ياك ما خصك شي حاجه اخرى نجيبها لك معايا من الحانوت. ما خصني والو يا علي غير دغيا سير جيب لي البوطه بغيت نصاوب قهوه لقدبه مزاجي. ورا ديال الفلوس. ها هما الفلوس يلا. هو الاول لنا سعاد. يلا غير صباح الخير السي ياسين ما تخسر عليها والو وفابور من الفوق. هذا هو العنوان. العنوان اللي عطيتي نفسي هو هذا. وبلا تنسى قسم الله يرحم لك الوالد. سي خلصني نمشي بحالي. انتي انا جالسه مطعي. انا خصني ياسين. ياسين ياسين انا ما يكونش في الدارو مشان خدمته. الحق استناني استناني هنا على ما نجي. والبشر غادي تحركي تقعدي على الطوموبيل. يلا سيري عطينا ابتسام. ديك اختي فاش كتصوم الصباح على ياسين شكون هي؟ شكون لا السعوديه؟ انا ما كنديرش في الشبوقه ديال سكان العماره. انا اللي بغى يشرق يشرق واللي بغى يغرر يغرر. قول لي يا علي نعم واش ياسين مزوج؟ انا مزوج ولكن واقف على الطريق. انا كنهضر على ياسين ماشي عليك. ديك الساعات وراهتين ما تعرفيه واش مجوج ولا مطلق. انا راني باقي لك شي صرف موجود على الاسواق. اكد الاسواق هاك الله يخلف على الاسواق. قولني خلف السي بو عميره غنعيطك تحصدو. صافيتي ما لقيتي فين تقلتي يا فوق الطوموبيل؟ لا ماشي انا الطوموبيل ديالك اللي كترعرع بوحده الله يحفظ دار السلام. اش كدير؟ كترعرع. فين بقى كتسناك تدرب عليا الخبر.
ياسين ما كاينش الدار. الا جات على خاطرك اسيدي نتسناه هنا حتى يجي. اسيدي تدخل معاك تسناه مرحبا بك. لا 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 خليني انا. نوض نوض ما تحشمش ما تحشمش. دخل مرحبا بك. محل محل دخل. سلام. سول في حد؟ لكن اللي يسول فيك صاحبي. ألا لا ألا لا راه عندنا ما نقضيو. الله يرحم الوالدين لما طلقونا نمشيو فحالنا. أسيدي حنا خدمتنا عملناها. استنى يجي الأيدي ندير لك وقتك راه دائما تمضاو. نسنى شوية. أنت شوف فابوري خليتيه ولعبتي على العود الخام. ما كتصنتش. ولي تحل دماغك شي شوية ولي تسمع لي. شتي؟ طريفة الخبز شمن خبز الشكولاط الشكولاط وكاك خليتي غادي من بين يديك. اسيادي افكوا حي ان الله يرحم الوالدي. فكوا حي لكم مالكم كتزحموا غتولدوا ولا لا لا هادشي اللي حنايا فيه راه فات زحم الولاد الهي. شوفوا شوفوا كيفاش ديروا تعطيونا ديك الوريقات ونمشيو بحالتنا كاع. بنادم البشر اذكر الله تلقاه اشي شويه ديال النظام شويه الهدوء. يجي الشاف يسين لكم الوراق ديالكم ومريضنا ما عنده باس. ودابا انت كتقول لي يجي الشاف وهي كتقول لي يجي الايد. دابا شكون هو هذا الشاف؟ هو القايد. شكون هو هذا الايد؟ هو الشاف. هل ملكته يضحك؟ بعد مني انا هنايا وتفرقع بالضحك. جيتي بزيوان
حكيتي كامل عدلتيه بوحده. ولا غادي من هنا ملي جيتي انت كتسيني لتحت. ناس المدينة واعرين اخي. كيفاش واعرين؟ قباحين بزاف في قلبهم شي رحمة الله حضر السلامة. وحدي راسك دلي عليك ويجك، انا غادي نوجد لك شي حاجة تاكلها. جبا عزيز عمي ميرادي شحال وانا باغي اللعبه ملحق دابا اللي لها لها غادي اللعبه فاش ما خرجت انت الله يهديك كتختار غير لي براكاسي ما تفرو لا العود لا اللي كيركب عليه يا اخ انا غادي اللعبه ونضرب تفرج لما دخلتش لاصقه حاول انا فاش يحيي الله والدي عاونونا على فلوس واحد النميره الله يخليك. زعما وجدت قزاز من المال هذه ما عاد نسالهاش. يا دخلت الربحه قالوا براك ومشيت براك ما دارش. اوف عاونوني هذا التمام بليل بحالنا الله يحفظنا من البليه عاونوني خويا سوا انت مازال ما بغيتيش تفرق مع هذيك النميره هي ولا بها قال الزمان ولا قصار غادخل بابها غادخل بارك الله فيك الله يرحم الوالدين ميد واحد بنا الله يخليك قال العابه عاونونا على واحد النميرة الله يخليكم شي داوي البلاد من نهار عرفت ولاصق على واحد النميرة السيمانة اللي فايتة على بنت كان غيجيبها في الأرض ولكن اش تقول داوي البلاد ما تستغربش بزاف والله كان شي هاد النمرة هادي اللي اخترتها حتى هي راه قادرة ترجعك بحال ولا كثر الشيالة حوايجي كاع بعتهم على عندي هذيك الخرشة شي الكنازة على رجلي حتى هي غنبيع بها المهم تجي تجي هاتي اختي من هنا شكون كان كيقول خاك ياسين غادي يولي طيب تبارك الله عليك شتي زمان اش كيعلم قول لي من هنا راجلك ما داكش عند الطبيب حقي ينتقل اخي ما خلاش الطوبه ولكن الله غالب يقدر يكون العيب جاي منه وكيف يقدر يكون الحال هو اللي عاكر ماشي انت اويلي انا كاين شي راجل عاكر مالو كحلايا نسى اللي عاكرات دابا شنو ناوي ديري؟ والله ما نعرفت انا مجبرت فين نمشي وجيت عندك اولدي ما بغا لاستك من هنا في راجلك ماشي انا ما قلتش يا اخي ولكن راجلي ما بقاش يخصو مني وقال علي بدقني بلاش ما تسمعيش كلامه الا كاين شي مرا كتبغي عليها شريكه في بعض الاحيان الى الموت سبب هي متخلفه
اجي دارنا اللي كنا في العروبيه ديال الوالدين الله يرحمهم غير مسدوده. دبغي اختك تكون تما بوحده في الشهر، على ما كتعرفش الناس تما فحال دياز خصهم غير ما ينهشوا. المهم انا قلت نشوف شي خدمه هنا يحسن لي. شكون اللي قال لك الخدمه غير مشيتها في المدينه؟ كنشوفك اخي ما خصك شي نجي لعندك. بقات فاش تجي لعندي ولا نمشي لعندك؟ شوف اولدي ما والو، الا ما بغيتيني شي نبقى معاك قول لي دابا نمشي بحالي. اسمع من انا الا ما نساتكش الارض ننسك فوق راسي. انا خاطر من هذا. الو لا ما تقدريش تجي دابا، معايا السيد في الدار. شنو بغيتينا الجايه؟ بغيتي ديري لي سبور وتقريني؟ ما بغاتش تدخل لك دماغك؟ قلت لك لا هي لا. انا قلت لك لا هي لا، وزيد انا جيت غير باش نستشر معاك. اما انا اللي في راسي راه في راسي. اسمع مزيان شنو نقول لك، لا كنتي باغي تورطيني راه ما غتسكري مني والو. كيفاش تنورطك ولا تورطني؟ ما سير كل علاقه ما بين راجل ومراه هي الاولاد. شكون اللي قال لك انا باغي الاولاد؟ قلت لك هذاك الشيء اللي فكرش غادي تطيحيه. ما غاداش نطيح هادشي اللي في كرشي، وإلا كنتي انت ما قادرش تتحمل المسؤوليه انا ما غاداش نكون بحالك. شغلك هذاك هادشي اللي في كرشي خرج سوقو، غادي نكون انا هي امه وانا هي باه. اللي بغى العيال ما جبروا، واللي عطاوهم لهم الله ما بغاوهم. زيدها كتكمي قلتي لي شي كيف جاتك المدينه؟ دا هي اللي عربو هي كتبها على شي مرضى لوالدي. علاش جيتي ليها؟ فهمش الراجل خصو العيال وانا عاقره، قلت نجي من هنا ندوز هاد الايامات على ما يهدى الحال بيننا. انا قلت زعما لو يبغي خياسين تنزل داكشي اللي في كرشك وانا ربيه لك. على انا فين مشيت تما نربيه؟ لا ما فهمتيني شي، انا قلت زعما الراجل ديالي رحال فهو يدخلو في الحاله المدنيه. كملي فطورك عندك توقف لك، واللي بغى الولاد يمشي ولدهم سمعتي؟ صبحنا على الله. سامح اجمع هاد الماتيريال ما قد على خدمه اليوم. مالك اصاحبي ياك لاباس؟ غادي نمشي للبلاد. البلاد؟ اش هذا الوقت ديال البلاد؟ ضروري نمشي قبل القضيه لات حماد. اش من القضيه هادي اللي خلات حماد؟ لا الله وصافي.
القديمه فما يتعاود. لا سول فيها شي واحد تصرف بلاصتي. التليفون بيناتنا. اوكي. او السي ياسين هاد البطاريه هذا فين غديو؟ عطا الله صاحبي الكاميوات. صافي جمع جمع. ليش شوية يعني؟ شو عتيب زبلو؟ إن شاء الله. السلام عليكم. أيه نخدم معك. كعرفنا من كل شيء نغسل القشوة نصب نطيب اللي بغيت. ايوا كتباتي ولا ما كتباتيش؟ نبات معك وإذا كنت عندك البياتة. صافي الدنيا هانية فوقاش نبداو؟ من اليوم وإذا بغيتي بالحق خلي لي واحد النهار دادو. رحال رحال ما هناش فين يكون مشى؟ مشى قلب على مراته. لا فين مشات مراته؟ خربت مدة. بلاتي بلاتي استناني نجيب لك حصه اخرى عطيها لخاك.
ماشي انت اللي كنتي متكيه داك النهار على الطوموبيل فاش كانت كترعرع؟ انا مخدم انا عرفتي، انا الزيت البلدي كيحمقني كيهبلني. شنو اسمي؟ بعد مني امنا على هاد الواد ياك لاباس. لا لا والو، غير الدروج طفا، الضو ديال الدروج طفا وي تخلعوك انت غير بوحده. الضو ديال الدروج هكا تسخرو وقول لي قال لك العساس ولا ما تقول لي والو حتى نتلاقاو ونهضر معاه. علي هاد الخير العربه فين طالع؟ حتى جمع راسك هاديك ختو ديال جارك. ويلي الخير كله تبارك الله ساكن حدايا وانا ما جايب الدنيا خبار. علي انا حمار انا. سير الله يقلل عرضك. الو صوفيا، ما كنسمعكش مزيان. لا انا عندي ريزو ضعيف دابا. مزيان قولي لي، غادي تمشي بالجري تحلي على من هنا الدار؟ ما عندهاش اي ساروت. انا في الشارع عند رحال. اسي اقطعي من نجي نعاود لك. اسي باركه من ديك التليفون، يلاه نشربوا شي كويس دافي راه على نبرد. يلا سيتي. يلا كنسنى خا ياسين ما خلاليش المفتاح. نوضي يلاه معنا ما نكسش انايا. نوضي يلاه معنا. واك فتح لي مخك بهذا الكويس دافع على ما نوضو نوجدو شي عشاد الزوافريه. لا لا خليك جالس معايا وشرب معايا اتاي، خلينا ندويو في المهم. انا كنسمع ارا ما عندي. قولي يا ود عمي، رديك هتشوفها في الشر، تخلي المرا تخرج من دارها وتمشي للمدينه. دابا غتفاد الخطاب وتمشي معايا، تراديها بشكل ما تعاود تجيبها. وعلى انا خرجتها من دارها باش نمشي معاك نجيبها. وزيدون انت جيتي علاش ما جبتيهاش معاك؟ المرا كتبقى مرا، انت ما عندكش اي معيزه حطها في الدار. اسي ياسين غادي نجيك من الاخر، انا راجل باغي الاولاد. وهي شنو دابا؟ واش ماشي من حقي نقلب على راسي؟ من حقك؟ ايوا خصها تعرف راني ما خليتش مجهود. اسي ياسين ما خلينا سادات، ما خلينا اطباء، واللي اعطى الله هو هذا. اعمل راسك في بلاصتي، شني غادي تعمل؟ غادي نمشي عند الطبيب نشوف واش العيب جاي مني. ها احنا رجعنا للهضره الخاويه، عمرها ما تعرفت في شي واحد من عائلتي. اسي ياسي انا راني راجل. انا ما قلت شي العكس، ولكن الولاد راه ما فيها لا راجل لا امراه. اسمعني هرا تايلي، انا وياك ما غاديش نتفاهموا خير حال، خليت كتسعى. اسي ياسين اسي ياسين فاي ماشي في هذا الليل، خليك بعدا غير حتى يصبح الحل ونمشي. اسي ياسين اسي ياسين انا على الشيطان انا على الشيطان. اجي اسي ياسين خلي غير يصبح ويفتح. ايوا لاله بالصحه والراحه، شات معاك؟ الله يكثر خيرك، جاتني مزيون هيك. هو تيقولوا السر في اللابس ماشي في الملبس. اجي شرب القهوه كملي ليا. قال لك لاله ما بغاهاش يتحبل منه، وقال لك الشيء اللي في كرشك منه طهرك. نزيدك قال لها طيحه. ويمكن شك بان داك الشيء اللي في كرشها ماشي منه هو، باينه من الهضره ديالو داك الشيء ديالو.
ايوا هي تكون ضربات حساب خاوي ما فكرتش مزيان. اي جات مع خياسين. اختي سعوديه بغيت نطلب منك واحد طليبه. ايه بغيت نخدم ولكن المشكله ديالي ما عارفه راسي من رجلي في هذه المدينه. ما كاين حتى مشكل غنوقف معك حتى تخدمي ان شاء الله. سير الله يفتح عليك بيبان الخير ان شاء الله. انا ما عليا لالا غير المخير في حوايجي غادي نلبسو لك ومخير في رجلي غادي تطيحي. انا خصني نخدم بعرق كتافي. يا لالا واش كاين شي خدمه بلا عرق؟ هبيله انتي هبيله. واش القهوه؟ يلا حليلي داك الشعر شوفو كي داير. ها منانا قالت ماما الورقه ديال الضو الورق ديال الضو جاو خصنا الفلوس ديال السندك تجمعت عليكم شهرين. ماما ماما قالك عموني صيفط لي فلوس السندك. بسلامة. فلوس السندك غتشوف دروج كيفاش عملوا السمن انا نوض نوض تحرك. يا اللي ما تعاودش فين بيتها؟ السعودية. شكون هاد السعودية؟ السعودية الجارة ديالك اللي ساكنة تحت. واش انتي يلاه وصلتي وليتي كتعرفي ليا مع الجيران؟ شحال وانا ساكن هنا ما كنعرف حتى شي واحد فيهم. خايف غير بشوية بشوية. انتي اللي ما خليتيليش المفتاح. وهي مسكينة الله يكثر خيرها فهاد النهار جبرتني جالسة في الباب ودخلت لي نبات عندها. ماشي لهنا فين غادا؟ هاد الحوايج منين جاوك؟ منين جاوك هاد الحوايج؟ السعودية. واش انتي حمقة ولا باغا تحمقيني؟ انا ما قادرش على امي يا بنت الناس غادي تتلزم انت بهمك. نقول لها الصداع يا سي ما كتغوت على الصباح. اش باغا كديري دابا قدامي سيري زعاد دخلي البيت ما بقيتش باغي نشوف وجهك دخلي بحال. قل الحمد لله بعدا ملي لقات فين تبات. ما لقات فين تبات غير عند شوفي سيري بعدي مني بعدي مني سيل توبلي. شنو داكشي شادة في يديك؟ هادي سعد السعود بنتي هي اللي منساني مسكينة. راجل كرحال عنده الحق انت اما مسطية اما كتقلبي على من تسطاي. ها هما السوارت مرة اخرى ما تقوليش اللي خليتك بلا سوارت. غتشرب معايا شي قهوة ولا حتى هي بنات. سمح لي ساقتك العساس. اي ماشي على الزين عرفتي المدينة ولا باقي؟ باقي ما بغيتيش تحشم على عراقك. النوبة اللي فاتت دوزتها ولكن هاد النوبة الله يعميها لك. بنادم يغلط فيك. اجي نسقسي فين جا سيدي عرسلان ضل البحار؟ علاش ماشي سيدي عرسلان ضل البحار؟ الله ينفعنا بزيارته. عرفتي قلبي مقبوط وقال لك اللي كيزورو بالنية لا يخيب. غنمشي مع القنطرة دولاو كاين التاكسيات الزلا غتقول له عاد بين سيدي عبد الصمد البحر وغيدخلك سيدي عبد الصمد البحر هو بقبة خضراء واليوم كاينة الزيارة. بصح لا سر الله يعطيك ما في نوايته. ما خسرنا والو. هذا انا لا كيتسمى هذا الماء ديال زمزم كيتسمى هذا الماء ديال زمزم ديال كل شيء مزيان. حاجة مزيانة هاي
والمراه مسكينه اللي سبات ودوات وعيات وجرات وما جاب ليهاش الله الشفاء من اجل العقل. قالت لك انا الزهره ديالي ولدات ولكني انا ما جاب ليش الله. عندي واحد العشبه كنفرطها بواحد العشره ديال الدراهم. الى شربتها المراه اللي قالت لك انا سببت وداويت وعييت وجريت وقلت الله غالب كيجيب ربي الشفاء. كرم عند الله ان شاء الله. المراه اللي سبات وداوات وعييت وجريت. بسم الله. اللي فيكم مسحور مطقط معرس عنده غيار ديار صداع الى كان انسان يا اخي انسان اللي عنده ماده سكريه يفهمها ويستعملها مده 42 يوم كما ذكرنا. هل المدة اللي دايرين معاكم باش تبقاو في سبنيول؟ 4 شهور ويمكن نجددو معنا الكونترا في أي وقت. إلا ما جددوش معاكم الكونترا غادي نصيفطوكم في حالكم. أسيدي ما غاداش نرجع، ما عادين ولدت هادشي اللي في كرشي وقاد ديت وريقاتي. واش حساب لك نتي صبري ونكون حتى لهاد الدرجة باش ديري فيهم داكشي اللي بغيتي ولا شنو؟ هتوحشني ياك. انا كنخاف على البيبي اللي عندك في كرشك، الا مشاو عاقوا بيك سبنيول اش غادي ديري معاهم؟ ما تخافش انا الفران وقد بحومه، نوصل تما نقاد وريقاتي نصيفط لك باش نلحق عليا. اش قلت؟ شتي في الهضره ما كنقدرش عليك، ما نقدرش نتعشاو درني الجوع. هاد الحريق رد شي حاجه في البوطه. عملت لك باش تعشى. شنو غادي تعلي فينا العافيه ولا شنو؟ شنو هادشي؟ كنت بغيت نعدل لك غير ما داك ولا خاي. شكون اللي قال لك انا باغي ناكل؟ قلتها ليك. واش قلت لك انا باغي ناكل؟ Après les élections.
علاش قلبتي لي المسلسل ديالي؟ شنو؟ علاش قلبتي لي المسلسل ديالي؟ كنت صنت الاخبار. حتى كمل المسلسل وصنت الاخبار كيف ما بغيتي. خمسمية درهم كانت عندي في المجرة، مابانش ليك؟ راه معك داوي، 500 درهم كانت عندي في المجرة. أنا 500 درهم؟ كيفاش أنا 500 درهم؟ 500 درهم كانت عندي في المجرة في البيت ديالي، مابانش ليك؟ وي وأنا شدخلني البيت ديالك أخي؟ كيفاش؟ واش تحمقين ولا شنو؟ شكون اللي كاين في الدار؟ كاين غير أنا وياك، كاينين شنون؟ والله خايبة تمتلك صافي هزيتي يا بولي هزيتها. والله خايبة تمتلك 500 درهم. عطلت يا صاحبي بالصباح حنا كنتسناو فيك. ضروري ما نمشي للبلاد، عندي بزاف المصالح من قبل. عاود سالت اليوم لا سول فيها شي واحد تصرف بلاصتي. بيناتنا التليفون اش غنقول لك يا صاحبي؟ انت تعرف شغلك هذاك. اخليه يدبر راسه، المهم حنا جالسين طرونكي في البير. هاد الحمر جاك يحمق، شوفي راسك في المرايا. مزيانين كاملين، ولكن المشكلة ما نقدرش نلبس بحال هادشي هذا. الهبيلة لبسي وتفركسي، راه كل وقت وقته. سير الله يزين ايامك. دابا غتمشي للدار وتلبسي لي هاد الحويجات اللي غنعطيك ياك، وتفركسي وتقادي وتزوقي ليا وتحيدي لي ديك السبنيه دايره فوق راسك صافي، وتلحقي ليا. فين غنلحق عليك؟ الخدمه فين انا خدامه؟ القهوه ديالي. هو عاد شكون غيوصلني تما؟ معلوم توحشناك. واش نقول لك؟ لقيتينا غنمشي للخدمه دابا 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 ضروري. ها انا كبيده، كيف جيتك؟ ها دلت عليك ياك؟ باقي ما شفتي والو. صبر عليا لا تتعك.
هاتي شي كتعقلني دابا تيتفوش كوجا صباح الخير صباح الخير خصك خيا سينيك لا غير المصباح عندي مقطوع وبغيت نسول واش تنتوما ما عندكمش الماء مقطوع لا لا احنا ما عندناش الماء مقطوع والضو لا ترسين في خده نقول حتى يشعل انا اللي صنعت الإلكتريسيتي الله يسامح اختي شوف لي هاد القهوه فين جات هذه راهي الله يرحم والديك ما كاينش شي مشكل يلا مش ما كان عيط لك اسمحني ساقسيك الله يرحمه نعم هذه القهوة السعودية هي هذه القهوة السعودية شي حاجة فين هي ما كايناش دابا جلست تسنى إذا بغيتي مرحبا والدي تطلب شي حاجة الكزن واخا كريم نعم. أعطى شي عصير على حسابي واخا واخا جيت نجلس حداك هجمت عليك اسمي في حنان منانة تعرفين منانة مرقم غبشة ياك ما الهمزة طلعت لك فاسو شنو هي زعما الهمزة؟ لا 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 ما كان كميشي وبلاتي كاع ناس كمي انا جيت نفتش على الخدمة هي تي مقام كورطة شنو زعما كورطة؟ كورطة زعما هي شكرا على خدمتي كورطة زعما هي باقا جدا في الخدمة إلا ما فهمتينيش أنا عاد كنفتش على الخدمة داكور قولي هالي الغزي وغيك شكت أنا نقلب لك على الخدمة بصح سر الله يفتح لك بيبا الخير وفوقاش كتبنيني ظريفة متعاهدة تخونيني من فوق واللي كان قسمة جوجنا والفيكتيمات كاملين 50-50 اش قلتي؟ شنو زعما هاد الفيرمات؟ الفيكتيمات شنو زعما؟ زعما هما الرجال الصحاح الهموز اللي عندهم الحبة واللي انتينا من هادو وهي الصراحة أنا ما عنديش مع البنات ولكن انتي كتباني لي ظريفة ونية وغزالة وقلت ما فيها بس إوا ما حشمتيش فيا حرام ما حشمتيش يا اليهود ما حشمتيش يا مسخوطه لا حمار ماشي حمار هو عليك هذا الخف بنادم حمار هذا الخف بنادم تطلع على خدمه بقات تعيط عليا ويلا ودي الخف بنادم مر كريم جيب شي بريكه كريم جيب شي بريكه معاك مر مالي لا زوينه هادي سوية شي حد؟ جات وحدك تسول عليك، ما يضتنا القربالة هنا، ما تفكينا معاها غير بزز. وفين مشات؟ جريت على ولدي واش بغيتي تطيح لنا شي روح هنا؟ صافي سير شوف شغلك.
عاود رجعتي عاود سعدية سير بحالك سعدية سير بدل الساعة شوف سير بدل الساعة سعدية تخرج خليها تدوز يلا اش وقع؟ سعدية شكون بهاد الكلاب اسمها كاش وقع؟ غادي نعمر لك واحد برلة داتي شحال هذه ما شربتي بحال وشفتك ساكت العموم علاش لما كنفتح شي باب كتسدو لي في وجهي الله هاودي العموم واش كلام المعقول ما بقى لا عجب حال فين هو المعقول شركة اللي بيناتنا ديما مطلعني لها فول حمص ها الكسيبه شي مات شي غادي يموت قلنا الكسيبه ما جابش الله ايوا والفلاحه المياه تبارك الله انا معاك تبارك الله هذا العام الماء يدي الماء ولا يني الماء الى فات القياس كيجيب معاه البلا والباس شحنا في العهد الحجري ولا جات الشتا جابت معاه البلا والباس جا الجفاف جاب معاه الفلاس ايوا امتى حنا غادي نقولوا العام زين واش غادي نقول لك العموم العام زين غير عند اصحاب البوا اما الفلاح مسكين ما عالم به غير الله وكثير الا كان يدو بوحدو شاش قلت لك في الاول قلت لك الباب اللي كنحلو كتسدو في وجهي دابا اش غادي نقول لك نهضروا في المعقول قول لي غادي تمشي انا وياك رجلي برجليك غادي نمشيو حتى لعند منا انا غادي تقول لها جوج كلمات صالحه وتراضيها ونهزك عاود بالطوموبيل حتى للدجر شنو قلتي عاود عمي ومن لي هكذا علاش ما جبتيهاش معاك واش انت حماقيتي ولا شنو نجيب لك انا اختي تال هنا باش تبقى تعايرها بالعذر ديك شويه ديال المسكينه تاع العقل اللي عندها فراسها بغيت طيروا لها الا كان على هادشي بلاش اسيدي ما خلينا معاها لا حاله من لاحه والله شاهد والناس شايفه وعارفه نجيو من الاخر شنو ناوي دير مع منا انا من قبل كنت عاود نجيب عليها الشركه بالشوار ديالها اما دابا غادي نعمل الشوار دراسي وبيني وبينك السياسي كيظهر لي باللي حرام الرزق بيني وبينه تبارك الله عليك درتي بوجهي انا غادي نتسنى براتها وشوف اش غادي نقول لك الشركه اللي بيناتنا من اليوم غادا تصفي باش تشرب الله يهنيك وكلاش تشرب شي كاس داتاي شربو بوحدك السلام عليكم ياك ما باغيش خدامه اختي حتى انا كخصني خدمه شوفي لك شي سيكتور اخر هنا راه خدامين بعرق كتافنا حتى انا خصني نخدم بعرق كتافي لا بعيني عليك تبارك الله كملي على الطريق وغبري من هنا قبل ما ينوضوا نتفك هاد الوليات يلا اه غبري اش كتسنى زيان تبارك الله والو يا بنتي يا ساعه السر يما تمنى انا ما عندها شي ساعه حفيت الصباط وبلا فايده يلا ربي كبير دابا يحل ان شاء الله شوف يا حبيبه على منظر شحال مزيان شوف انا بسم الله لا الله يكثر خيرك خذي خذي بسم الله بسم الله ماشي انا سميتي عزوز
وانت سميتك؟ من انا تغزوتي. ساكنه هنا؟ لا، جيت عند خي ياسين. انت شنو خدام؟ انا خدام في واحد النمره، حالف تنجيبها في لوردر. اليوم زقلت على النمره، كان ولي لاباس عليا الساعه فلتت، بحق نجيبها واخا راسي قاصح. لا سقفي هذا بها، نجيبها بيا ولا بها. شكون هي الربحه؟ غتجي هذا تشوفي. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمح لي سقسيك الله يرحم والديك. شنو بغيتي؟ بغيت نخدم. شنو كتعرف تعمل؟ ها؟ اش كتعرف تعمل؟ والو، بالحق انا راسي صغير دغيا نتعلم. ايوا مشي حتى كيبغي لك راسك شويه ورجع لعندي، جيب لاطيس. بالحق انا كنعرف نغسل قشو. كتعرف تغسل قشو؟ اه. شنو خدمتي؟ خدمتي خدمتي خدمتي؟ سير لا سير سير، معناش الخدمة هنايا. مشي مشي بدا الساعة الأخرى. مشي قال لك الصاد خدم. بنانا على السلامة ديالك. ليش هكا الحوايج؟ الحوايج ديال السعدية، الجارة ديالك عطاتهم مسكين. واش بغيتي تحمقيني ولا شنو؟ يمكن عارف انا شي جارة. شكون هي السعدية هادي؟ اخاي بلا ما تغوط، الله يرحم والديك، الجيران غيسمعونا غير بشويوش. يسمع اللي بغى يسمع. واش انت حمقى ولا شنو؟ محق راجلك شتي رحال عنده الحق. كنتي معاه ياك؟ اجي مورايا. نوضي جمعي راسك، رحال ما بقاش غادي يجي موراك، هو تهنى انا فين من غادي يسمح لي. شنو الخير اللي غيعمل في راسو؟ اسمعني مزيان اش غادي نقول لك. شتي رحال غادي يتزوج حيت باغي الولاد. كبري دخلي على دماغك. صباح الخير ابا ياسين. وقلنا لك صباح الخير ابا ياسين. نعم قلتي شي حاجه؟ مالك الله يسعد الصباح. واخا ويلي ويلي على السيده هذا، قول خرج عليه الضبع. شكون انا؟ انا ما كنفيقني على الصباح. سلام. هلا. ياسين؟
حسيتك مغوبش ومقلق وساكت، ما بغيتش تقول لي زعما مبروك. علاش غادي نقول لك مبروك؟ لا هذا زعما راني مسافره ولا داكشي اللي فكرتك فكرتي فيه؟ ياسين ألف مرة قلت لك أنا راه فران وقد بحومة، الفلوس اليوم كتحل جميع البيبان. فكرتيني. بسمية درهم خديتها لك من المجر، كتناقصني المصاريف ديال الفيزا. كتهزي الفلوس بلا ما تقوليها، مخلياني مطيح الباطل على اختي منانا. خلعتيني، كنت حاب شي حاجة وقع. لا لا ما وقع والو. المهم خلينا دابا في موضوعنا. قلت لك نوصل تما نقاد وريقاتي نصيفطك توصل عليا. كتحلمي؟ ما علاش فيها؟ عرفتي هذه اللي فكرتي ولات في الصبليون؟ راه غنصوب الوراق تما وغندوك معاهم الوت بالهلي طري ليهم. اش كتفكريها في راسك؟ وانا؟ انت مالك؟ هادشي اللي غادي يتولد شنو غتقولي ليه؟ باك ما قادش على المسؤولية. ياسين بلا ما تعقد الأمور عليك، أنا راه ماشي قليلة هاد الأصل. علاش ما نتزوجوش؟ كيفاش؟ حتى لدابا عاد كتقولها ليا. ملي كنت كنطلب ونرغب فيك جالس عليا حيديه طيحيه الكورتاج هو الحل، وملي قضيت وتحملت مسؤوليتي جاي دابا غدير ليا العصا في الرويضة هكا. هذا راه سميتو تبرهيش. والو السعودية والو سوق خاوي ديما. ما تبارك الله عليك انت راسك ديما عامر ياك. كتجبني بعدا بديك نزال الماضي وراك عارفني انا ماضية في كل شيء. قول لي بعدا شنو جابك؟ ما عرفاش على جديد توحشتك. قال لك توحشني فين توحشتيني؟ خبارك يا سيدي كلهم عندي ديالك وديال صاحبك الثاني. شنو مبقيناش عاجبينكم ولا ما عمرناش لكم العين ولا شنو؟ هذاك الثاني مسكين حريرتو حريره، النهار اللي مشات ليه ديك الفيفره وبقى مسكين لا يعرف لا يقدم ولا ياخر. اشنو فيك ما يدبر على صاحبك اليوم؟ دور وشوف. هادشي جديد عليا وبلدي الله يبارك. وشويه عليك ماكش تكحواليتي؟ داك مناو اللي كيعجبتها انا. ايوا سيدي سميتها منانا ويلاه جايه من الجبل ونزيدك باقا مكوخطه. وشنو ما نديروش شي تقصير هاد الليله؟ يمكن فين؟ عندك في الدار ولا لا؟ ما عرفتش. وقت زوين. عاوننا باش نربحو هاد النمرة. عطيني الثقة حتى فقري عليها وطلق مني. تمشي بحالك اصاحبي ناري على الرزقة كنا شفتو ما عمرني شفت الربح كيداير. نربو على جنبي يطلع عاون خوك على هاد النمرة. هادي هي اللي خسرانية معاها. هاد المرة ما غنزقلهاش. تزقلها ولا ما تزقلهاش انا راه حياتي كامله مزاقله. هذا مالو شكون اللي نكتي؟ هذا اختبار ليا بوكو في مصر بوكو جديد هنا بالي يا ميزاجي. انا ابنك ميال هذيك الخايبه سيري لداركم سيري تنعسي راسك عليك الحال. هذاك السكايري انا ما عنديش دار سمعتي ولا لا؟ انا سكايري غدا غادي نصبح الساحل
حكايتك انتي انتي خصك تدخلي لداركم، شتي الا ما كانش عندك داركم انتي زيرو. تبارك الله عليك، انت مكفر، انت فالسو والو، وجوج زيرويات كادو من عندي. انا راجل اللي درتو جا معايا، سكرت اللي درت انا بوحدي. انا انتي بعدا خصك تمشي لداركم تسدي عليك بالساروت. واش عاودوا لك عليا يا اختك؟ ولا مطيح عليا العقد؟ جمع 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 راسك اختي، من هنا كنت بحت امك من هنا حتى لهنا. تلاح عليا كتفعين طيح عليا كتفعين على امك. قالك تفعيني انا تفعني واش الله يلعن عليك تفعني امك. انا تاصل امي انا يا ابن الحرام، شي كل ما حسبت كل ما كنتي مرا كنت شديت امك من شعرك. سمع امك تقول لك انا أحسن. أنا ما سكرتش قبل ما تجي. أنت فين كتعرفني؟ فين كتعرفني؟ أنا جارك. لا 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 وصافي أنت هي جاري عدت بوسني. ما كنعرفكش. ما أنت جاري؟ الله يبارك فيك لاله سعدية. أحنا جايين لا ما تريحني ما تريح. صافي صافي عندي انا سجيله من هنا. صافي عندي اختي غادي تجي تلعب. تحلشتي حسن تقدر تبروجي ديال فين؟ تقدر على التليفون تقدر على البروجي ديال تبارك الله. شكرا على الغداء ديالي. منانا مالكي؟ ما عجبنيش الحال السعدية، غير حيت هادي أول مرة، من بعد غادي تولفي وغادي يعجبك الحال. صافي يلا. لا سعدية هادي ماشي موطعي، ما عجبنيش الحال. سمعيني غادي ترجعي وتجلسي ولا غنولف لك الدراري أنا وياك. يلا قلت لك ما عجبنيش الحال. اطلق مني، اي اطلق مني، متحيد لي والو. لا لا مالك اخاي؟ وادي خاي اطلق مني فيك انت بنت حرام في بنتي. شوفيني شو بيدي؟ شو ما تنسى؟ شو ما تنسى؟ أنا
عليا خرجي عليا بحال هكا خرجي بحال ما بقاش نشوفك ما بقاش نشوفك من اليوم في داري شو معايا يا قصار والله الا عيب يا هلا فين صيفطتي اختي في هذا الليل بعد مني حتيني في التيسان شو ما تبعش هكا كان فيك الخير كون درتي في اختك طلق خرجي عليا خرجي عليا تمشي الليل هذا والله لا بقيت تمشي تعدو ديك الدار من انا بحال خوك لا امشي معاك لا منانا 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 سمحي لي لا فيقتك على الصباح لا كاين حتى مشكل بغيت نسولك على اختي منانا ما باتش البارح في الدار قلت مع راسي تقدر تكون بات عندك منانا لا خويا ما شفتهاش مالها لا مالها والو يطرى بيناتنا شي خصام وهم ما رضاتش وخرجت من الدار عالم الله فين شدها مسكينه لا سمحي لي على التخونجمه لا خويا ما كاين باس منانا منانا كتاكليش قولي ما تحشميش ما عنديش شهيه الماكله والله تتاكليها من يدي المهم انا غادي نخرج كملي انت فطورك على خاطرك ما تقش حد ما تحلش عليه الباب كمال ايوا كمال ما نسالش الخدمه اللي قلتي لي عليها اشنو حتى اليوم ما فيك ما يخدم ولا ما تكفيش تبراسي زادني تاهي عمه وفيتكم مشات ما عرفتش
يا خال عليه ما كتعرف حتى شي واحد هنا، هذيك راه مقطوعه من الشجره. غتكون رجعت للدار وصافي. ترجع للدار؟ من هنا هنا راسها قاصحه هذيك ما ترجعش للدار. مازالين حويجه في الدار. ولكن عندك الحق انا ما سولت شي رحال. الله تكون رجعت للبلاد. الو ارحل، كل شيء لاباس كل شيء لاباس. قول لي واحد منا انا ما رجعتش البلاد. اش من امانه؟ الله يا ابني البريه ديالا راني صيفطت على الادريسه ديالك وقلنا ما بقى لا ما تجذع من عندي. انا السيمانه الجايه عندي الدخله العرس. اه العرس عندي العرس. ايه تبارك الله عليك اسي، درتي داكشي اللي بغيتي وتسناني انا جاي ونفضي معاك الشغل. امن درا كاين شي خبر ولا حتى كيسقى خويك الزيت في البيت؟ يلا يلا حبيبه. ما درتي عشاء؟ خليتي والو في الدار؟ خليت والو قاعد الزين خليته في الدار ما خليت والو. مال صافي طلعت لك في راسك. سيمان انت ما كتكذب عليا، بغيت نعرف علاش محبسني. مال شنو خصك؟ واكلة شاربة ناعسة اش شنو خصك؟ ايوا ايوا علاش كتكذب عليا؟ اخو لا علاش كتكذب عليا؟ ها وفين الخدمة اللي وعدتيني بها؟ شني؟ خدمة خدمة انا مكتوب هنا على الشغل خدمة القواعد هذوك اللي بالشواد ديالهم ماشي خدمة. خلينا مع الله. اسمح لي زيد دير لي فعل من دبا شو الله يرحم بابك. انا دارك انا وياك بغي نقصرو ماشي دير لي العزوم. مالك على هاد الحالة؟ مالك هي مشي بحالي تمشي سير الباب كبير واسع وعريض كيزو منو الجمال. اييه وانا امشي لحن النوامر الواعرين وما جاوش بقى غانتي سيري.
السلام عليكم. عليكم السلام. بغيتي خدامة ولا؟ نعم، شحال كتخدم؟ 30 ألف. ولكن أنا بغيتك غير اليوم. بعد عرفت تصبن تحدد. إيه كنعرف منك كل شيء. ولكن غير اليوم أنا قلت لك، يعني تصدع معايا قدام. السلام عليكم. جيتي ولا جابوك؟ بدلي الساعة بخرا وشوفي لك شي قنت آخر. على ديالك ولا خلاه لك باباك في الوقت؟ سمعوا يا البنات، تحلينا الفم وتعلمنا نردوا الكلام. والله ما تقلعي من هنايا، تندير بك شراعي ديا ونوريك خزوم حلاه. ايوا هو دابا ووريني علاش قاده هي اللي ما تعاود ماشي ماك معاهم كاملة في السوق اش بينك وبينهم حرام بغيت نسترزق على راسي ما خلاتني شي الله يسامح الله يسامح فين مونيكا هاي عندي معايا في الماليطه شوفها لا لا باغي نعرف السر اللي مخبياه السر سكوتي هي حكايه ما كيعاودها حد لحد هذيك الحكايه هي اللي باغي نعرف عرفتي خليني ساكته احسن راه الا بقيتي ساكته ومخبيه في قلبك راه يتفرقع عاودي لي احكي لي كل شيء والله يقدرني نعاونك قل لي مين بغيتي من ذلك ما بديتي اقول لك يوناس شويه الايمان ديالك وايون تفيق معايا صاحبي ما تخرجش ليش عقلي هاد النار عاود رجع الشمال ديالك على سلامتك صوفيا باش عارف طلعت لي النمره ديالك في التليفون فينك دابا خربتي توصلين المحطة سينيني سينيني في المحطة ما تحركيش صالح جمع معك ما خليت صاحبي هذه والله ما خدمة كنا نسامح فينا في هذا الخلا جمع معاها صاحبي عاونو ما تخش تفرج فيها وانت غسلس وخلينا حنا تمارة بغيتي تمارة انت غادي نديرو تمارة أسير
الصحة والراحة التحميمة لالا السعودية. إيوا الله يعطيك شي تحميمة. أش باش نقول لك؟ الحمام والحبس ما كيمشي ليهم غير اللي دار علاش. واش غادي نقول لك؟ الله يعطيك المسخ. قلت لك في الأول ما سمعتيش كلامي. دابا اللي عطا الله عطاه يا سي. حنا ولاد اليوم. ما عرفتيش شحال خليتي بلاصتك خاوية. شنو زعما؟ توحشتيني؟ معلوم. وخممت مزيان في البيبي اللي عندك في كرشي. اسمع كلامك نقول أنا من بعد. شوف في عيلك نقول. اش عندك ما تقول؟ مين ساكتة عافاك. الله يخلي الغربة وما يجي منها. الواحد ما كاينش لي ما بحال بلادو، خصوصا الوحده بحالي. قول لي كيف غادي نسلم على الخدمه؟ قولي بقات عنده شي قامه ديال الخدمه. ومن هنا شنو عملات؟ بقيت شفتها. رجعت لراجلها؟ حال بلقها تماك ما بقيتش عندي هي شي خبر. ثم الرجال زريعه وحده الا انا حبيبي. باز سيدي باز. بنانا تعطلتي. المرأة غالبا خدامة جا عندها شي ضياف وجبرتني نعاونها. مكنتش تقلتي نوجدك ما تاكلي؟ لا 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 ما تعذب راسك، عطاتنا باش نتعشى. الله يكثر خيرها. يا راه جا الوقت فاش تعطي الراحة لراسك وتفكري في داكشي اللي في كرشك. زعما كتخاف عليا عزيز؟ مالو نخاف عليك؟ انا عندي من غيرك. ايوا كيف ما سترتيني الله يسترك دنيا واخره. الله يجعلك ويجعل داكشي اللي في كرشك قدام الربح علينا بجوج. دعي معايا غير ندخل هذيك النمره في الاوردر وتشوفي اش غادير لي. انا حامد الله وشكره. هاك هاد الفلوس هتشري بيهم النفوله بالحق بشرط بدل النمره. والو هذيك النمره غير بيا ولا بيها؟ الله يرحم والديك عزوز على وجهي لما تبدل هاد النمرة. تا حد نقدر يقنعني في اثنين بدل النمرة، ولكن حيت انتي نجر ولي لي عليها عقل. واو شحال زوين، عرفتي ما تختار. مفاجأة ما كانتش على البال هادي. صوفيا ندمت بزاف حيت خليتك مشيتي، وندمت كثر ملي ما سمعتش كلامك. ما تصوريش شحال تعذبت، داكشي علاش فكرت باش نعوضك كلشي. ماشي بوحدك اللي تعذبتي، حتى انا تعذبت بزاف وقاسيت بزاف. في الغربه ما كاين لا حنين لا رحيم. الحمد لله عليها ساعة احنا تلاقينا من جديد. عندي بزاف ديال الهضره بغيت نقول لك ولكن ما عرفتش باش غادي نبدا. بلاش خلينا عايشين هاد اللحظة. كنت من هاد الحلم اللي حنا فيه يدوم. لا خلينا واقعيين، دابا كنفكر بزاف ديال الحوايج كيهمونا حنا في ثلاثة، انا وياك والبيبي ديالنا. تبدلتي بزاف يا ياسين، عمرني ما كنت متوقعك انك غتغير بهذه الطريقه هذه. اسمع ماشي هكر، وبنادم مولي طور مع الوقت، داكشي علاش قررت باش نتحمل مسؤوليتي كامله. اول حاجه وقتاش نكتبو كتابنا؟
عرفتي دي احسن حاجه سمعتها في حياتي كامله. ما جاوبتينيش، قلتلاش نكتبو كتاب؟ شنقول لك في يدك كلشي. بخير الحمد لله. براتي صوفيا لا 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 بس زيدوا زيدوا دخلوا ارتاحوا، ما عنديش الوقت، جاي نفدي شي شغل ورجع فحالي دابا زربان. العموم وعملت يا حسي ميسي على فريزان وسيدي نقولوا مبارك ومسعود، واخا ما عرضتيش علينا واحد مننا كاين شي خبر عليها. من نهار فاش خرجت لي من الدار ما بقاتش بانت ليها الاثار، شفتي اش عملتي؟ وانا من جهتي اللي عطى اللعطه وانا عملت معاها اللي خصو يتعمل. شنو درتي؟ درتيها بتزويجه مع راساتك، لقيتها من جنتي وين الناس. واش غادي نقول لك العمي؟ انا راجل باغي الاولاد وما عندي زهر، راني وليت بحال شي ذبانه حاصله في القاعده الكاس وما عرفت لا نعطي الراس. عاود مره جديده ما كتولدش. انت كتشوف هذا السعد اللي عندي، سعدي غاف العقرات، مره جديده حتى هي خير الله فلوس خسرت عليها وما كاين شيء. ملي قلت لها باغي نتزوج ما قالت واحد جوج، تهزت الباليزه ديالها وزادت خلفها مع الطريق. انا دابا بوحدي في الدار بحاموكه. وعندك الحق تضحك عليا، انت قضيتي الغلط وجاب الله التيسير. قلت لك في الاول رحال، قلت لك خصك تمشي تشوف الطبيب. عاود غادي نرجعوا لنفس الكلام. واش بغيتي انت رحال تبقى زوج طلق؟ راه انت اللي عاقر ماشي المرا. اش هذا الكلام العوج كتقولها السياسي؟ دابا كلامي عوج، اش ندوز في المعقول؟ هذيك الارض اللي عطاك مالا غادي تزيد ديك عليها باغي نبيعها. الله يعاود العمو، ماشي حرام عليك، خليها تشم فيها غير ريحه الوالدين. شغل هذاك انا كنعرف اشنو كندير. اسيدي انت تعرف بلادك هذيك وانا ما نزيدك الا الخير. والكسيبه مالا باغي نبيعها. واش غادي نقول لك العمو؟ من ناحيه هذه الكسيبه راه عايشين غاب البركه وصافي، والله ما سني حلف الا مضيع وقتي وجهدي على الخوى الخاوي. عاود تبقى تصبغ لي اسمها انا بليكا. شوف واحد الحاجه غادي نقول لك، انا ما مقعد من هنا حتى غادي تجيب لي فلوس. اسياسي اسياسي مصيبة. سمحي لي يا لالا، كاين سي ياسين؟ اه كاين، شكون نقول له؟ جاي من عند ختو منانا. منانا؟ ياسين ياسين. وي شي واحد جايب شي خبر على منانا. فين هي اختي منانا؟ خليتها في السبيطار. مالك لاباس؟ الحمد لله ما كاين باس، خليتها في السبيطار شاده الوجع، يمكن تكونوا ولدات. شوف كاتش
عليها هربات حيت عرفات شنو دارت. ياسين من انا مظلومه يمكن معذوره. معذوره ملي الواحد كيطيح في شي مشكل دغيا كيلقاو ليه الحل وكنقولوا ماشي لخاطرو. نتوما الرجال صعاب صعاب من الزمان حيت الزمان كيقصى وكيحن، اما نتوما ما كايناش الحنان في قلوبكم الله يستر. من انا جات المدينه كلشي بغى يفرسها، انت اللي خوها واقرب الناس ليها ما رحمتيهاش، شنو ذنبها؟ حيت مراه وجات السبب اللي عاقره باش يسرع على راجلها انه يطلقها ويتخلص منها. اسمعيني مزيان اش غادي نقول لك، من هنا كان عليها تحضي راسها. منين من غتحضي راسها؟ من رجال؟ وعلاش الراجل اللي ما يحضيش راسو؟ اولا حيت المراه عندها كرش. عندك الحق، الكرش هي سبب الفضيحه وبسببها هربات. سبب الفضيحه هو انت ورحال وغيركم وغيركم. انا صوفيا. اه انت. انا عارفك يا ياسين، انت عصبي وكلمتك ما كتبغيهاش تطيح الارض. خلي قلبك حني على اختك، راه ما عندها حتى شي واحد من بعد الله من غيرك. شنو غادي تسميوها؟ سعد السعود.